آه. ما ذنب العائلة لو كان باللاد مجرما ولا تزر وازرة وزر أخرى كما أتت عائلة صدام حسين بعد الحرب الكويتية إلى إيران إيران استقبلت عدي وقصي في كرمنشاه فهذه على أي حال أمور إنسانية لا يمكن الدخول فيها يعني أنتم الصورة. استقبلتم عدي وقصي بعد الحرب في كرمنشاه نعم <applause> نعم نعم قصي وعدي استقبل استقبلناهم في كرمنشاه وانا كنت في ذلك الوقت مترجم لهذا الوفد. اي طه ياسين رمضان طارق عزيز كلهم اتوا الى طهران لان الى كرمنشاه لانه في ذلك الوقت العراق ممنوع الطيران فيه كان حظر جوي فكانوا يريدون الذهاب الى دوله ما فاتوا الى كرمنشاه وطاروا من هنا. هذه هناك. هذه قبل الحرب سيد امير هذه المعلومه؟ قبل السقوط قبل السقوط. زين وبعدها عادوا مضطرين ام انكم لم تسمحوا لهم بالطيران الى دوله اخرى؟ هاي قصه جديده. لا لا يعني كانوا احرار، يعني كانوا احرار، الان رغد عندكم في 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 عمان، اسالوها هي تعرف جيدا لأن هي كذلك بعثت برسائل لترتيب بعض الزيارات، السيده رغد موجوده في عمان عندكم، اسالوها. فلذا أنا أعتقد أن هذه قضايا إنسانية الإيرانيين يتعاملون دائما معها حتى مع أعدائهم في بعض الحالات الإنسانية يتصرفون لأنه إيران ليست دولة انتقامية وليست دولة يعني حاقدة كما بعض الأنظمة التي نراها كيف يتصرفون في حتى في عدوانهم في تصرفاتهم عندما تسيء العلاقات كيف ينسوا جميع الحالات الإنسانية ومنهم صدام حسين يعني لا ننسى أنا شخصيا أبعدت من العراق وهجرت مع عائلتي من النجف الأشرف بصورة بائسة جداً وبالبيجامة بالبيجامة وصودرت كل ممتلكاتنا عام تسعة و... تقريبا عام ثمانين في نيسان ستة نيسان عام ألف